رئيس غينيا بيساو في زيارة يلتقي إسعايل في قصر قرطاج. كلام باللغة الفرنسية، حاولوا تفهموه. في جملة من الجمل التي سترونها ينطق بها قيس إسعايل، ولكنها جمل غير قابلة للترجمة، فيتبهذل كك اللاعب اللي في باله هو باش يسجل، انساه مكان وين موجود هو في المنطقة بتاع 18 متر، بتاع المنطقة، منطقة الجزاء، انساه للريفيرونس، ضيع الريفيرونس. المخمورين والمأجورين والمرتزقة حب ينطق بها. شاهدوا قيس سعيد باللغة الفرنسية ماذا يقول. On a حافظوا على conclu قلوبكم شوية cette وعلى brève مشاعركم. discussion à l'occasion de cette escale de Monsieur le Président par le mot arabe khouya, mon frère. Il y a beaucoup de propos qui ont été tenus ces derniers jours par un certain nombre de, je n'ai pas un certain nombre de responsables, de journalistes ou des propos malveillants. لحظة، قال لي عدد من ان سارتان نومبر دو، هذيك الفراغ نتاع الخونة والمأجوري، ذاك مش تعرفوا أن الراجل يشتغل على حاجة ستيروتيب، على حاجة تدور في مخه ما ينجم يخرج منها، سارك الفيسيو ما ينجمش يخرج منها أبدا. فلما انتقل من اللغة العربية للغة الفرنسية، لما انتقل يلعب في الملعب الآخر في ميدان آخر، ضيع منطقة الجزاء وضيع كل شيء بار ان سارتان نومبر دو، ولا في الاخر سماه مسؤولين. اول مره يسماه مسؤولين الى مجموعه من المسؤولين، مجموعه من المسؤولين هذوما اللي حرفوا بلاغ، وبلاغه غير قابل للتحريف، لان الفضيحه لا تحتاج الى تحفظ، البلاغ يحكي على نفسه. تفضلوا نكملوا مع اللغه الفرنسيه، لغه مولير. Ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un film qui circule sur l'intervention des agents de l'ordre sur des Africains. على العموم، حفاظا على مشاعركم، وباش ان شاء الله تكون ليلتكم طيبه ومباركه وانتم في اجواء عائليه في مثل هذا التوقيت، نكتفي بهذا القدر من هذا الخطاب وهذه اللغه الخشبيه السمجه التعبانه الغلبانه المفضوحه. ليته تكلم بالعربيه، على الاقل نجم تحكي على المرتزقه والخونه ويكون اطلق شويه، وخلي المترجم هو اللي ترجم. ليته تكلم. ثم شفتوا المعاني، شفتوا الاستثمارات، شفتوا الحلول، شفتوا رجال الأعمال التوانسة اللي يعيشوا في أفريقيا كيفاش تحكي على حلولهم وحياهم، وقال بأن رانا نحن معناها رانا باش ندعموهم وباش نحضنوهم وباش نحافظوا عليهم، ولا العالم الكل لهنا الفضيحة الحقيقية. العالم الكل قرأ وأول الانتربريتاسيون اللي حكى لها هو قرأ وأول بلاغ بنية خايبة. العالم هذا نيته خايبة، العالم هذا نيته مقعمزة، عالم مقعمز هو الواقف الوحيد. والله والله إنه لمخجل، والله إنه لمخجل. فضحتنا فضحتنا، الله يرفعك رحمة بك. فضحتنا، الله يرفعك رحمة بك وتخفيفا لذنوبك. و اك شيء ما عيسى هذيك ما يش اخوان جاي راهي، وما يش من النهضة، اللي عنده ديما عندي ديما عندي، اللي عنده جرب النهضة نقول له داوي بحب تونس تبرأ. اك دموعك المرأة هذيك اللي تبات في السجن، جربوا سكروا على ارواحك من البيت، اعطوا المفتاح من الشباك لشخص وقولوا له برا امشي اشرب قهوة ساعة من الزمن وتعالى وانت في بيتك. تو تفهم شنو معناها دعاء الحراير والأحراير والأحرار، وتو تشوفوا النتيجة بعينيكم. قبل أن أذهب إلى
رئيس الغيني غينيا بيساو كيفاش تتكلم. خلينا نسمع التعليق من سي عمارة. سي عمارة تفضل. والله انت قلت اخوي مقداد لو تكلم بالعربية احسن، والله كيف كيف يتكلم العربية كما يتكلم الفرنسية، حتى العربية بتكون متاعب. على ما عجبتكش الفرنسية متاعه سي عمارة؟ فعلا. هل هذه فرنسية؟ ما هو كي يتكلم بشوية جميع المستويات والشرائح الكل، هو رئيس دولة يولوا قادرين باش ينجموا يفهموه يا سي عمارة. مشكلة والله، إيه لو استعمل العربية أحسن، ولكن هو لا يجيد حتى العربية، هذه مشكلة. يعني لما تسمع أنت عربيته مقززة للأسف الشديد. يعني والمشكلة أن هذا الرجل الذي حط قدامه رئيس غينيا بيساو، هذا رئيس غينيا بيساو، أنا عملت بحث صغير، هو تاجر مخدرات، حتى هو يقتل في اولاد شعبه، تقريب شعب صغير حتى هم، ما لقاه كان هو باش يجيب حذاه يبرأ به نفسه من العنصريه. رئيس غينيا بيساو تاجر مخدرات؟ نعم 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 نعم. هو على فكره هو ضابط عسكري، هو هيك، هو ضابط عسكري يتاجر بالمخدرات، يعني شد باندي في على شعبه، شعب صغير خلاص. كيفاش عرفت شو لقيت عليه سي عمارة؟ شو لقيت عليه كتاجر مخدرات؟ شو لقيت عليه؟ يعني لقيت عليها ان تاجر مخدرات. انا عامل بحث رئيس غينيا بيساو، كي تسمع مش قدامي تو ما تنساش، ولكن تلقى عليه لان معناه تاجر مخدرات، ضابط معناه من جيش الغينيا بيساو، هذا مش غينيا، غينيا بيساو مش غينيا. اي نعم، مش 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 غينيا كوناكري. اي نعم. هو باش يبرأ به نفسه، يعني وهم الناس كل عارفين للاسف انك كيف تقول انك ماكش عنصري وانت حتى تجاهنا نحن التونسيين عنصري، يعني انت نازي تحب تضربنا بالكيمياوي، تحب يعني حشرات، يعني مثل ما خليت لنا ما يصدقوكش للاسف الشديد، تقريبا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا تتكلم حتى بالعربيه المقعره بتاعها هذه، ما يوصلش للاسف الشديد. يعني انسان الصفحات اللي لقيت فيها ان رئيس غينيا بيساو هو تاجر مخدرات، صفحات رسمية يعني وسائل إعلام معلومة ولا منين يعني؟ نبعثها لك إن شاء الله حتى يكون للتوثيق. صفحات فرنسية. الرئيس عمر، هذا عمر كوسيكي أعتقد هكذا تنثبته في الاسم بتاعه، رئيس غينيا الأهم غينيا بيساو، يعني تتفاجؤون الدولة هذية عندها علاقات مع إسرائيل تتعاون. طبعا غينيا الاستوائية ما تحكيش، ذاك هي غينيا الاستوائية جارتها، هي ثالث دولة تعمل سفارتها في القدس بعد أمريكا ودولة أخرى، يعني هي متصهينة أكثر من الصهيونية. وهذه اللي بحذاها هذه غينيا بيساو، شوفوا على تويتر شنو اللي موجود على تويتر باش نعرفوا علاقة سعيد بمقاومة الصهيونية والتطبيع، أو نشوفوا الأمور. ورونا تويتر أمادو دامارو شنو قال؟ قال سو ماتان جاي لونور دو ريسيفوار اون اودونس اون اكسلونس مسيو روا روسومبلي. شكون هذا روا روسومبلي؟ هذا سي لومباسادور، هذا سفير إسرائيل في كل من غينيا والسنغال وغينيا بيساو في غامبيا وفي الكاب فير في الرأس الأخضر في نعم. إلا إيتي كيستيون دو رونفورسمون دي ليان داميتي صداقة وكذا مع الدول وكذا كذا ومع الكنيسة أيضا والأسومبي ناسيونال، يعني اللي هو البرلمان الصهيوني. هذه علاقة السيد اللي جاه هو رئيس الدولة، وهذه علاقتها بالصهاينة. وهذا قيس سعيد اللي قالها له بالفرنسي وقال له خويا زاد بالعربي، حتى تفهم كيف الشعارات تسقط وكيف الكذب يمكن ان 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 الكذب ما يعيشش. ثم كلام اخر ايضا قاله قيس سعيد، نشوفوه قراراته على البلدي. لا والله لا، اعطينا نتاع غينيا بيساو ماذا يقول. اعطينا غينيا بيساو. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis très content de vous voir. Qu'on puisse examiner ces situations ensemble. Comme vous le savez, que beaucoup de subsahariennes qui se trouvent en Tunisie, particulièrement, ils sont dans la zone géographique ouest africaine. Et en ce moment, je suis président en exercice de la CEDEAO. Et après
de cette malinterprétation. Voilà. Je يعني vais السيد dire comme ça, السيد هذا القى استهجان افريقي واسع. اول ما بدا هو اللي يغسل قيس سعيد. بدا يغسل القيس سعيد بالشامبوان. شو قال له؟ اول حاجه قالها له قال له مال انتربريتاسيون، نفس الشيء قال له الناس والعالم اساء قراءه واول بشكل سلبي تصريحاتك وبلاغ الرئاسه. ثم ان تونيزي dans la zone géographique ouest africaine et en ce moment je suis président en exercice de la CEDEAO et après de cette malinterprétation je voulais le dire comme ça si vous me permettez de malinterprétation de vos propos التأكيد على malinterprétation هو التأكيد على أن الدور متاع رئيس غينيا بيساو الذي جاء لمهمة تنظيف، جاء لمهمة متاع تنظيف، مهمة متاع شركات التنظيف بالمقاولات هذوكم اللي يمشوا الشانتي يمشوا المكان باش ينظفوه، يمشوا المؤسسة باش ينظفوها، جاء باش ينظف. لكن تأكيده على المال انتربريتاسيون ثلاث مرات، شوفوه راسو لوطا، شوفوه كيفاش متردد، حرج بالغ، الكلمة قاعدة تخرج كأنها غرغرة. هذا الوضع الموجود.